أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت استمرار عملية العد والفرز اليدوي لأكثر من 2000 محطة، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى لحد الآن بلغ 118 شكوى بين خضراء وصفراء. وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات إن عملية العد والفرز تجري في مراكز التدقيق المنتشرة في عموم المحافظات، لافتا إلى أنه حال الانتهاء من عملية العد والفرز سيتم إعلان النتائج النهائية، وذلك بعد أن تضاف إلى النتائج التي تم الإعلان عنها، وبعدها يصدر قرار بالنتائج بمجموعها بعد الانتهاء من هذه العملية. وأضاف أن القانون وضع معالجات لكل شيء، وتبقى المفوضية قلقة على العملية برمتها لأنها تعمل على تقديم عملها بالشفافية، والقلق هو من باب الحرص وليس من باب عدم المقدرة. فيما يخص موضوع اليوم العد والفرز، هي للمحطات التصويت الخاصة التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل. طبعا هي موجودة العد والفرز، هذا ليس في بغداد فقط وإنما في عموم المحافظات في كل مراكز التدقيق التي هي مزودة بالكاميرات، ويتم العد والفرز اليدوي بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والإعلام لغرض متابعة عملية العد والفرز. لحد الآن ما وصلنا من نتائج كلها أغلبها هي لحد الآن هي مطابقة بين العد والفرز اليدوي الذي تقوم به مفوضية الانتخابات أمام أنظار الجميع. راح أتكلم عن عدد المحطات اللي يتم فرزها في بغداد، هي بالمجمل 585 محطة ما بين الكرخ والرصافة، طبعا توزع إلى 336 هذا في جانب الرصافة، عفوا في جانب الكرخ، منها 12 محطة عام والباقي خاص. الرصافة 249 بالعموم، ثلاثة فقط للعام والباقي للخاص. والله العمل جاري عليها وبملاكات كثيرة، يعني كوادر المفوضية تعمل بأعداد كبيرة على عملية الفرز والعد اليدوي والإلكتروني. ما راح نقدر ننطي سقف زمني لأنه العمل جاري منذ صباح اليوم، لكن ما نتأمل أن تكون الفترة مو طويلة، وأكو توجيهات بالعمل سريعا، يعني أنه يبقى العمل لساعات متأخرة لحين الانتهاء، لكن ما أقدر أنطي سقف زمني لحد ما تكمل العملية.